مشاهدينا في كل مكان، دلوقتي بنبدا مع بعض برنامجكم طعم البيوت. وزي ما قلنا النهارده عندنا لقاءين مهمين جدا فيهم موضوعات هامه جدا وحيويه جدا. اللقاء الاول بنتكلم فيه عن وثيقه التامين الاجباريه الجديده الخاصه بمخاطر ما بعد الطلاق، المستحق ليها طبعا هي المراه. هنتكلم عن تفاصيلها وهنتكلم عن الظروف اللي وجدت فيها هذه الوثيقه والقوانين الخاصه بها وكمان متى تستحقها المراه. اللقاء الثاني هنتكلم فيه عن المراهقة، ودايما بنتكلم فيه ودايما بنتكلم مع الباحثين والمتخصصين في هذا المجال، ازاي ان احنا نقدر نتعامل مع المراهق، ازاي المراهق نفسه يقدر ان هو يكتشف نفسه، وازاي الاباء والامهات يقدروا ان هم يعني يحاولوا بقدر الامكان ان هم يستوعبوا هذه الفترة ويطلعوا منها باقل الخسائر الممكنة. لكن زي ما احنا متعودين اعزائي المشاهدين، قبل اللقاءات بيكون معنا تقرير، وتقريرنا النهارده اقتصادي بيتكلم عن قمة الاستثمار العربي الإفريقي برعاية رئيس مجلس الوزراء. هنشوف مع بعض التقرير وبعدين نرجع نستقبل أول لقاء عندنا. تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أقيمت قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي تحت شعار روابط اقتصادية سياحية صناعة زراعة تنمية شاملة مستدامة. كما تمت مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المستثمرات العرب. بعد نجاح 26 دورة من المؤتمر جئنا بالقمة، قمة الاستثمار في محافظة أسوان. النهاردة في وجود طبعا زي ما سيادتكم شاهدتوا خلال اللقاءات، فوجود أفريقي رفيع المستوى، وجود عربي مشرف رفيع المستوى أيضا، والتواجد دولي. إحنا سعداء جدا، إحنا بنقول إحنا كلنا هدفنا بجد مصلحة بلادنا. بنعقد أول خطوة من خطوات النجاح لهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية. بنشارك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبنفعل كل القواعد وكل التوجيهات الخاصة بدولة رئيس مجلس الوزراء. بنعمل بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب، بينظم مؤتمرات وبينظم معارض سواء في الداخل أو في الخارج. عندنا معرض المؤتمر ومعرض خاص بالتعاون مع الدول الأفريقية في أسوان إن شاء الله في نوفمبر. Для нас очень важно укрепление наших отношений между Россией и Египтом. Стратегически важное направление экономически это медицина, образование, нанотехнологии, цифровые технологии, инновации. У нас есть ряд с доктор Ходы проектов, которые нацелены на образование международного направления между студентами Египта и России, повышение квалификации в разных областях. Это сфера медицины, а также туризм, гостиничный бизнес. Это и продукты продовольственной безопасности, которые экспорт и импорт мы осуществляем, и многое другое. الأردن مهتم كتير في هذا المؤتمر لما يربط مصر والأردن من علاقة وطيدة والتعاون المستثمر بينهم والمثمر إن شاء الله. طبعا أنا من هون من هذا المنبر أنا بشكر الدكتورة هدى جلال يسا رئيسة اتحاد المستثمرات العرب للي بتعمله لدعم الاستثمار في الوطن العربي وفي الدول الإفريقية والدول الأوروبية، وأهم إشي هي السيدة سيدة الصناعة داعمة المرأة في كل مكان وفي كل مجال. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وبنبدأ دلوقتي لقائنا عن الوثيقة الإجبارية، الوثيقة التأمينية الإجبارية ضد مخاطر الطلاق المستحق ليها المرأة. طبعا دي نقطة مهمة جدا، ونقدر نقول إن هو يعني بيعتبر من النقاط الهامة اللي بتحاول الدولة والمؤسسات والجهات كلها إن هي تحاول تقلل مخاطر ما بعد الطلاق بالنسبة للمرأة والأم والأطفال طبعا، لأن هي اللي
تكون المسؤول الأول عن الأطفال. حول تفاصيل هذه الوثيقة تعالوا مع بعض نستقبل ضيفتنا اللي بتشرفنا النهاردة الأستاذة أمل أبو العلا الباحث القانوني في قضايا المرأة والأسرة المصرية. أهلا بك أستاذة أمل. أهلا أستاذة نيفين. أهلا بحضرتك. نورتينا النهاردة. وخلينا نوضح للسادة المشاهدين في البداية أن هذه الوثيقة التأمينية الإجبارية ما صدرتش بشكل منفرد، ولكن كانت هي من ضمن حزمة أو مجموعة جديدة تم إضافتها مؤخرا أو مجالات جديدة تم إضافتها مؤخرا للتأمين الإجباري. هو بالضبط زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، هو مش قانون جديد صادر، هو مادة أو بند جديد تم إضافته مؤخرا في قانون التأمين الموحد الجديد. طبعا هو كان في البداية مقترح أو مشروع قانون، ولكن بتاريخ 10 يوليو تفضل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، وأصبح يعني الوثيقة دي إجبارية، وتم اعتماد المادة 39 من القانون، وبقى بند قانوني إجباري مصدق عليه موثق قانونا. إذن سيتم تطبيقه في أقرب فرصة. أعتقد أن اللائحة التشريعية الخاصة به إحنا في انتظارها دلوقتي، وبعدين هيتم تطبيقها بشكل مباشر. تفاصيل هذه الوثيقة إيه والهدف منها إيه؟ طبعا الهدف من الوثيقة هو حماية المرأة، وطبعا إحنا بنتكلم عن المرأة المطلقة، بس طبعا في شروط، مش أي مرأة مطلقة هتستفاد من الوثيقة. تمام. خلينا نقول الأول ونعرف السادة المشاهدين إن الوثيقة دي عنوانها وثيقة ضد مخاطر الطلاق، وكلنا معترفين إن في سيدات كتير جدا بسبب الطلاق بيتعرضوا لمخاطر كتيرة. حبينا إن إحنا نأمنهم أو نحصنهم ضد المخاطر دي، فقلنا إن في وثيقة تستحق المرأة صرفها حد أدنى 25,000 جنيه هتحصل عليها إذا كانت مطلقة طلاق بائن، زائد كمان أن يكون الطلاق ده وقع بعد مرور 3 سنوات من الزواج. عقد الزواج. طيب يعني معنى كده أن الوثيقة اللي احنا مبسوطين بها جدا وفرحانين طبعا، لأن هي من عنوانها والمفروض في مضمونها بتؤمن المرأة وبتحميها من مخاطر كتيرة، هي وأولادها حتى لو لسه مفيش أولاد بتحميها هي كامرأة يعني. بس لو جينا تمعنا وشفنا الشروط الداخلية للتمتع بالوثيقة دي أو بالحقوق دي، هنلاقي إن في شرطين زي ما قلت لحضرتك. أول حاجة شرط المدة بالضبط، يعني المرأة اللي هيتم طلاقها طبعا بعد الشر، احنا مش مع الطلاق خالص وعايزين نقلله. يعني هو احنا عايزين نقول بس نقطة مهمة جدا، ان هدف هذه الوثيقة يمكن في ناس تاخدها بشكل مختلف في البداية، تقولك هو ده تشجيع او مكسب مادي للمرأة علشان حصل طلاق. لا، هي الحكاية مش كده خالص. لا طبعا، هو اكيد اي شكل جديد يمكن في القوانين الاحوال الشخصية بشكل خاص بيثير طبعا الشد والجذب، عشان كده احنا عايزين نوضح هذه الجزء. هي المرأة المطلقة لها حقوق شرعية مثبتة ولازم تاخدها، لكن بيحصل في بعض الأحوال أن المرأة تكون على بال ما تاخد هذه الحقوق بتتعرض لمشاكل مالية كتيرة جدا، خصوصا لو معها أولاد. فالوثيقة دي مجرد حاجة مؤقتة تقدر أن هي تسندها في المرحلة الانتقالية لحد ما تبتدي تاخد حقوقها. وعلى فكرة كل اللي حضرتك بتقوليه ده، احنا بقى دلوقتي لما نفهم كويس الشروط الأساسية في الوثيقة هتلاقي أن هو مش بيحصل ده بسهولة، ومش كل امرأة مطلقة بتستفاد منها. أول حاجة خلينا نرجع للشروط زي ما قلت لحضرتك. الشرط الأول إن هو لازم يمر 3 سنوات على عقد الزواج، يعني المرأة المطلقة بعد سنة من الزواج، بعد سنتين من الزواج، بعد شهرين زي ما بيحصل مؤخرا والموضوع ده منتشر جدا، مش هتستفاد نهائيا من الوثيقة. طيب تاني حاجة إن هي مش مطلقة وبس، احنا عارفين طبعا قانونا إن الطلاق عندنا نوعين، في طلاق رجعي وطلاق بائن، والطلاق البائن اصلا مقسم برضو النوعين، في قانون طلاق بائن بينونه صغرى وطلاق بائن بينونه كبرى. تمام. بالنسبه للطلاق الرجعي انا طبعا اكيد معترفه قانونا ان المراه لا تستحق ان هي تستفاد بالوثيقه دي، لان خلال فتره العده هي بالفعل يرجعها. لا مش حته يرجعها، هي بالفعل بتحصل على نفقه اثناء فتره
فتره العقد، فمش هتجمع ما بين اكتر من تامين او اكتر من تعويض، فعندها النفقه اللي بتامنها. طيب يبقى احنا متفقين ان المراه المطلقه طلاق رجعي مش هتستفاد منها، واللي بتطالب بالخلع هي اصلا بتتنازل عن جميع حقوقها الماديه، فبرضه مش هتستفاد منها. طيب خلينا ننتقل بقى للنقطه اللي بعد كده، وهي ان هي تكون مطلقه طلقة بائنة بينونة كبرى. القانون هنا أصر أو يعني الشرط أساسي إنه هي تكون بينونة كبرى. حضرتك عارفة يعني إيه بينونة كبرى؟ ده بتبقى بقى من خلال طلاق المحكمة لا رجعة فيه. بصي حضرتك، إحنا في طلقة أولى تمت ما بين الزوجين وفي فترة العدة، أوكي؟ خلال فترة العدة يقدر إن هو بقى ده طلاق رجعي، يقدر يرجع زوجته إلا بعد ثلاث اتطلقوا طبعاً ثلاث قروء أو ثلاث شهور زي ما القرآن يعني حددهم، ودي فترة العدة. خلال الثلاث شهور ليه حقية إن هو يرجع الزوجة، هو هنا رجع الزوجة تمام، بس في طلقة تمام. بعد ما رجعوا اتطلقوا تاني، ما تمام طلقات بعد كده، بعد ما رجعوا تاني اتطلقوا تالت. فحضرتك مين اللي مستفاد؟ مش اللي اتطلقت الطلقه الاولى ولا الطلقه الثانيه، ده بعد الطلقه الثالثه اللي هي بتبقى بينونه كبرى، اللي هي مش بترجع لزوجها الا اذا تم بقى ايه زواجها بشخص اخر وتم دخول بالشخص الاخر، وبعد كده بقى بتنفصل عنه وترجع لزوجها بعقد ومهر جديدين. فتخيلي حضرتك مين هيستفاد من الوثيقه دي؟ المطلقه طلاق بائن بينونة كبرى. طب يعني حضرتك لو شفتي كده يا أستاذة نيفين على المحيط اللي حواليكي، حضرتك بتشوفي حد طلق واحدة ورجع لها بعد المرة الأولى ولا المرة الثانية؟ هو أصلا بمجرد ما بيحصل طلاق بيبقى مش طايق يبص في وشها. لا بس بيحصل كتير، نادرا، لا لا مش كتير، انفصال ورجوع، انفصال ورجوع. ده للأسف يمكن الجزئية دي مرتبطة بمشكلة اجتماعية، فكرة ان بعض الرجال يعني بيستسهلوا كلمة الطلاق او الانفصال وبيحلفوا بيه وبيحطوه شرط لحاجات كتير قوي، فللأسف يعني حتى هو بصي الاستسهال بتبقى في مشاكل خاصة بالموضوع ده، بقى الاستسهال عند الطرفين، الراجل بقى اسهل حاجة عنده الطلاق، الست بقى أسهل حاجة إن هي تطلب الطلاق دلوقتي. فموضوع الاستسهال هو موجود عندهم أوريدي، بس أنا بتكلم إن إحنا عايزين نأمن المرأة المطلقة. يبقى أمن أي مرأة مطلقة سواء كانت مطلقة، طبعا مش الرجعي، إحنا بنتكلم في الطلاق البين، بس بينونة صغرى أو كبرى. يعني كان ممكن القانون مثلا يشترط إن بعد الطلقة الثانية، بلاش الطلقة الأولى، بعد الطلقة الثانية تستحق مبلغ التأمين، لأن ممكن القانون اشترط إن يكون طلقة بائنة بينونة كبرى علشان يقفل باب التحايل، لان حضرتك عارفه ان مبلغ التامين ده ممكن اي زوجين مثلا يتفقوا ان احنا الاثنين ناخد المبلغ بتحصل، وممكن طبعا القانون لما بتحط بيشوف كل الفروض، بيتخيل كل شيء، فمن الممكن. طيب انا مع حضرتك تقفل يعني باب التحايل، يعني حضرتك عايزه الاستحقاق يكبر، يعني شايفه ان هو يبقى مرتبط فقط بالبينونه الكبرى، شايفه ان هو لا المفروض ما يبقاش كده، مش مرتبط بالبينونه الكبرى. ولا هقول ان هو طلاق بائن بس واسيبها مفتوحه، حددها لي، قولي بعد الطلقه الثانيه، لو هم حتى يتفقوا في الطلقه الاولى او حاجه، الطلقه الثانيه دي خلاص بقى احنا قدامنا طلقه واحده بس، فيراجعوا نفسهم، فاستحاله هيكون في تحايل. دي حاجه. تاني حاجه حضرتك، انا بقول لك هو لازم خلال بعد 3 سنين الحد الادنى للزواج ان هو يكون استمر 3 سنين. طب الست اللي اتطلقت بعد السنه الاولى ومعاها طفلين، ولا معاها طفل، سوري، معاها طفل بعد السنه الاولى، سنتين ومعاها الطفل الثاني، ده في بيتم طلاق بعد شهور وبتكون حامل وفي طفل جاي في الطريق، يعني واحنا يمكن بنقول امنهم ازاي بشكل اساسي ان هذه التامينات وهذه الحمايات المقصود بيها الاطفال يمكن بشكل اساسي. طبعا طبعا، يعني انا بحط لها امان مادي عشان تنفقي على اولادك وعلى ماكلهم ومسكنهم وغذائهم وكل ده. فحضرتك فين يعني، انتوا ليه الزمتوني بان انا هستفاد بعد الثلاث سنين؟ عايزه اقول لك حاجه كمان يا أستاذة أمل، والأرملة، طب ما هي الأرملة هي مش من حقها إن هي كمان لما بيتوفى عنها الزوج بتكون في أزمة مالية، وبتكون يمكن بيحصل مثلا مشاكل بينها وبين، بس هقول لك يا الأرملة بصي احنا يعني مش شرط إن هي يكون في وراثة، ده يعني ده ممكن يبقى الزوج هو مثلا عمود البيت، بعد أما بيتوفى بيحصل حالة انهيار كامل للزوجة وللأولاد. بس هي الوثيقة هنا موضوع هنا يعني خاص بحالة الطلاق والمطلقات، ودي اللي بتشغل يعني
حوارنا دلوقتي، وهي دي اللي احنا حاليا بنتكلم فيها، هل فعلا احنا استفدنا بيها بشكل كبير ولا لا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، احنا في قانون التأمينات ماشي تأمين ضد اي مخاطر، تأمين انا جبت عربيتي دلوقتي ومأمنة، دفعت قسط التأمين حضرتك شهر، وتاني شهر عملت حادثة كبيرة مثلا لا قدر الله، فاحصل على مبلغ تعويض كبير، لأن الشركة دلوقتي متكفلة بأن هي تصلح عربيتي اللي أنا مأمنة عليها. تمام؟ طب حضرتك بتلزم الشخص المقبل على الزواج دلوقتي، دلوقتي المأذون الشرعي هيعدل في وثيقة الزواج، وأي شاب مقبل على الزواج تعالى تفضل، أنت دلوقتي هتمضي أن أنت كحد أدنى 25,000 جنيه هتدفعهم للزوجة، تمام، في حالة الطلاق. طب خلينا نوضح بس النقطة دي قبل ما نسترسل في الحالات المستحقة، فكرة الوثيقة بتتم ازاي؟ ده يمكن بقى يعني الرجالة دلوقتي بيفكروا في النقطة دي، الوثيقة دي بتتم ازاي؟ والمبلغ اللي بيدفع قد ايه؟ وهل هو هيكون عبء مالي جديد على الرجال؟ فنعرف برضو شكلها ايه، بتتم ازاي، وعن طريق مين؟ بص يا أقول لحضرتك، هو طبعا دلوقتي اي شخص بيفكر ان هو يتزوج هيبقى في حاجة إجبارية، تمام، ما ينفعش مثلا يتفقوا على خلافها لان هي بقى قانون اجباري، فلازم ان انتوا تدفعوا المبلغ ده. طيب فانا مبدئيا هو طبعا هيتقسط، يعني هو بيقول لك حد ادنى 75 جنيه في الشهر، تمام، يعني هي بيبقى ليها اقساط من اول ما الجواز يتم، حد ادنى ممكن يتفق بقى كل شهر 100 جنيه بس ال 100 جنيه دي حضرتك هو بيحطها فين؟ بيحطها لزوجته؟ بيحطها في بيته؟ لا، هو بيحطها للتامينات. انا شايف ان القانون ده لا خدم الزوجه ولا الزوج، ما خدمش المراه ولا الرجل. هو اولا ما فيش اي خدمه للمراه، انا قلت لحضرتك الشروط بشكل سريع، زائد كمان ان بقى في عبء مالي على الشخص اللي بيقدم على الزواج، اللي هو اصلا بقى دلوقتي الشاب بيفكر كتير جدا من كتر الاعباء الماليه اللي عليه، رسوم تحاليل وموافقات ومش عارفه غير المغالاه في المهور، انا بزود عليه بند تاني. يعني هو قسط شهري مش مجرد بيدفع مبلغ ساعه عقد القران فقط، هو قسط شهري. وتخيلي بقى القسط الشهري ده انا ملزم ان انا ادفعه حتى لو ما حصلش طلاق، يعني هو متجوزني 12 سنه وما حصلش طلاق، عماله ادفع فلوس لجهه، طب وانا استفدت ايه والزوجه استفادت ايه؟ يعني كمان مش لمده زمنيه محدده، ولكن المده مفتوحه. لا ده حد ادنى، يعني ممكن طوال فتره الزواج، انا عايزه امنها بعد طالت المده بعدها ممكن تتعرض للطلاق ومخاطر الطلاق، فانا بامنها فايا كانت المده، فتخيلي حضرتك. طب اذا يا استاذه امل، عشان بس وقتنا، يعني نقدر نقول ان لسه في بعض البنود عايز يعني بتقترحي ان هي يتم اعاده النظر فيها. بصي انا شايفه ان العنوان براق والمرأة مبسوطة جدا، ده جاي يحميني، بس تعالي حضرتك شوفي الشروط الداخلية، شوفي البنود الأساسية، هتقدري تحددي إذا كان فعلا. أنا طبعا مش بوجه سهام النقد ولا حاجة، ولكن بقول إن في حاجات كتير جدا يعني لازم إعادة النظر فيها، تمام، علشان فعلا تقدر تستفاد وفعلا أكون أمنتها من المخاطر دي. صحيح. أنا بشكرك الأستاذة أمل أبو العلا، الباحث القانوني في قضايا المرأة والأسرة، يعني نقاط وضحتيها وقلتي رأيك القانوني، ودي طبعا جزئية هامة جدا، واحنا طبعا هنفضل معاكم اعزائي المشاهدين بنتابع مثل هذه القضايا والمقترحات، هي طبعا هدفها الاساسي يعني حماية الاسرة، ويمكن احنا بنحب نضيف دايما ان حماية الاسرة ويعني اعادة تهيئة وتنشئة الولاد والبنات من هما صغيرين على فكرة الزواج كرابطة اجتماعية اساسية، ان فكرة الطلاق ده اخر ما يمكن ان احنا نلجأ ليه في الحياة، ده من الاجزاء المهمة جدا اللي لازم تكون موجودة في خطتنا في التعامل مع مشكلة الطلاق أو ظاهرة الطلاق اللي بقت موجودة بشدة في مصر للأسف. احنا بعد الفاصل اللي جاي أعزائي المشاهدين هنلتقي بلقائنا الثاني، وهنشوف مع بعض ازاي ممكن ان احنا من خلال القراءة ومن خلال المؤلفات والكتب نقدر نحل بعض مشاكل المراهقين. هنطلع مع بعض دلوقتي تقرير نشوف بصفة عامة رأي الناس في القراءة ايه، وبعدين نستقبل الفكرة.